ما هالدنيا مشاهد عيش بس اسمع وشاهد افهم المضمون واسكت تلقى في المضمون شاهد. طمني يا ابو حسين، طمني، وافقت الدكتوره تعرس علي ولا لا؟ وافقت لكن بشروطها. افا في هالشروط الحين تقول جيب لي كرتون بنادول وكرتون فيفيدول وكرتون ابر وكرتون مدري وش، وهذا طلبه الدكتوره انا اعرفها من زمان، واحد من اخوياي عرس على دكتوره بس انه توفي قبل ما اعرس عليها. وش في فيفيدول الله يهديك، انت جايبين صيدليه انت؟ وافقت بشروطها انها تبقى في بيتها وانت تجيها وانك ما تمنعها من حضور المؤتمرات والندوات الخارجيه، وهي بعد ما عندها مانع انك تروح معها محرم. تدري ليش؟ ليش؟ لان هي اصلا اخذتك علشان هالشيء. وانا انفعت ايش؟ ما عندي مشكله، رجلي على رجلها في الدورات في التدريبات في السفرات، دام فيها سفرات وراحات بلوشي وشير الدنيا يا رجال. معرس معرس الله لا يعوقب شر. اجل اروح ابارك لها واخليك تجي تشوفها. يا ويلي ويلي يا رجال، بارك لي انا؟ هي ملحوق انك تبارك لها؟ قل لي الف مبروك. مبروك مبروك، الله يبارك في عمرك. لكن ابشرك سؤال، يعني الحقيقه السؤال هذا متعبني جدا من يوم اني بديت اخطب في الدكتوره. الحين زوج الدكتوره دكتور؟ اقول تقهوى الله يحفظك، تقهوى ان شاء الله ان شاء الله. يا عيب، هذه مليونيريه مو حقت ميدان التحرير اللي في مصر. مليونيريه عندها فلوس، يعني كاش، يعني تكح فلوس. وبعدين ترى هي شرط اني اسكن معها في قصرها واترك البيت القرنب حقكم، ترى يمكن ما عاد اشوفكم بعد كذا. ما بقول انت صارف عقلك، تبي تاخذ وحده اكبر منك؟ لا يا يمه، اسمع نصيحتي لاني انا مجربه، لا تكرر التجربه. خذ لك وحده صغيره تدللك تدلعك. صح صح، انا معك يمه، انت مجربه اول شيء شين وثاني شيء فقير. تفضل تفضل يا ابو تحب. تفضل يا ناس يا ناس يا يبا يا يمه، افهموني. يكفي اني انا يا تحييم افهم فلوسها وفلوسها تفهمني. هذه عندها فلوس، يعني بنعيش في عز. اول ما اعرس عليها و أخم الملايين أخذت على المستشفى، يبا أغير رأس وركب رأس جديد، عملية تجميل. وأنت يمة أسوي لك عملية طفل نبيب، تجيب لي أخ صغير كذا تحييم، وتعيشون بعز، تغير نظاراتك يبا، تعيش عز 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 من وراء مره ما نبيه. أهم مع رجال كرامته وأنا أبوك، وشلون تحط عينك بعينها وشاريتك بفلوسها؟ في نص جبهة الكرامة يا أبو تحييم، وبعدين أي كرامة قاعد تتكلم عنها؟ وبعدين مشكلة سرق سوار في ذمتك في شاب مثلي، لا عنده بيت ولا عنده راس مال، كيف يعرس؟ ها فهمني كيف يعرس يعني؟ ولا انت عندك ملايين في البنك يعني مخبي علينا؟ يبا هذه مليارديريه، يعني مهتمه في نفسها في شياكتها، عمليه تجميل، نفخ حواجب، نفخ براطم، فستان جميل، ذهب، كلش يعني كلش، عز في عز. تحيل هالحين لو صلحنا بامك وصبغناها وضربناها بويه يعني بتصغر وتزين؟ نعم 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 حبيبي، انا لو فكروا انهم يعني يغيرون فيني شيء وعمليات تجميل ممكن اكون صالحه للتعديل، بس انت لو فكرنا ان نصلح فيك شو نصلح؟ بنقعد نشحذ عشان بس نوفر حق خشمك. انا معك. عموما بتوافقون ولا لا؟ لان اذا ما وافقتوا، ها اذا ما وافقتوا ترى صباح بدور رجال ثاني. والمطرب ايش يقول؟ صبحة خطبها نصيب، خطبها نصيب، ربنا وابوها غلب، صار الليل يا العاشقين. يعني لا، ما هو بكذا الموضوع من جد. الا اوه ماي جاد، هاي كيكرز، هاي كيكرز، بدر زيدان، يا زيدان. بنات الحقيقه انا احب يعني اقول لكم مفاجاه كبيره جدا، اتمنى ما تنصدمون فيها. اي واحده منكم تعاني من مشكله نفسيه او مريضه او تعبانه وتبي علاج، ترى انا راح اعالجكم تحت بند هاي بيشن لوجه الله تعالى. وشو بتعالجنا؟ اي ليه يا اخوي ليه؟ صرت طبيب شعبي وانا ما ندري؟ لا حبيبتي، طبيب مقص وشاش، طبيب بنادول، فيفادول، تنتريون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت وش قاعد تقول؟ منوحي انت وش دخلك بهالمواضيع؟
وصل احساسك يا مزنة. امرأة غبية تخاطب دكتورا جاهل، دكتورا فاهم. عزيزتي انت ما سمعتي بالصبي ها اللي يعمل في ورشة ميكانيكا وفجأة صار معلم وميكانيكي قد الدنيا؟ الحين انا بافهم بس، وش دخل ذا في الكلام اللي تقوله؟ تبا لكم يا خواتي، تبا لكم يا خواتي ويا زوجتي. الموضوع ما فيه كل شيء في وقته حلو، اعطوني بس فرصه وان شاء الله تزوروني في عيادتي في حي النظيم او في حي النسيم، عياده الدكتور مناحي للطب البشري. منوحي كيف؟ كيف الترتيب وانت ما عندك حتى شهاده ابتدائي؟ بس تدري عاد الدعوة هي كذا عندنا بالمستشفيات، انوي انك تصير دكتور وتصير دكتور، شهادات مزورة، فراش يستوي دكتور، عادي عادي عادي. اقول يا حياتي اخوي الشيخ منه يفهم في كل شيء يخص الابل، يعني عادي عادي انه يكون دكتور بيطري. فعلا كلامك منطقي، انا كنت دكتور بيطري اذا جلست معكم. اما الان فجلستي راح تتغير واكون من جلساء الطب البشري، وراح اكون دكتور انف واذن وحنجره وباطنيه، وراح اجمعها كلها واخش في فصل التوائم. هاي كرز دكتور ملاح. دحيم وش هذا الموضوع اللي انتبيني فيه؟ بعدين انت حد جايبنا في ذا المحل الفخم، وين نجيب كروز؟ من اليوم وراح سامي راح تعود نفسك على العيشة في هالمستوى، لأنك راح تكون صديق اللي بيصير راعي ملايين، راعي ملايين الشيخ دحيم بن علي. يا حلالك يا دحيم، قصدك المديوني نيني نيني نير نير في نص الجبهة مع قليل من الحواجب. أتمنى تقصر حسك، ها أتمنى تقصر حسك، لأنه أنت أغبى بشر قابلته في حياتي. واحد ما أعرف يقول مريوريري ملايين ملايين متى بتقولها؟ على فكرة يا ليت تقصر حسك هاو ما حد يسمعك، وبعد كذا إذا ضحكت تضحك ضحكة سواقين أصحاب المرر لا 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 لا، يعني سواق واحد عنده ملايين مثل، يعني ضحك كذا وتستمر الحياة. تحيم منهم سواقين المليونية؟ لا يكون يعني تقصدني أنا بس. سامي خذ شهيق، اترك النهيق، حس أنك إنسان، انسى أنك حمار. الحين في ذمتك في أحد جالس معنا؟ في أحد جالس معنا؟ لا ما بلا أنا وإنت العين. إذن مبني على كلامي أعلى سابقا أني أنا اللي بكون إن شاء الله يعني وبصير يعني مريوريرير مريوريرير راعي ملايين راعي ملايين وكاش يعني كاش كاش يعني أنا سواق. أنا طبعا أبا عن جد سواق عند المليونير المليونير على الملايين دحيم، والآن تروح لأفخم محل تأجير سيارات وتأخذنا بإملكس جديد ها، وتسجل باسمك وتجيب لي عشان توصل لي مشواري. لا تقول بعد راح استأجر على حسابي انت ووجهك بعد. هذا مؤكد، لأن أنت بتستأجر للمليونير المليون راعي الملايين اللي أنا طبعا، وان شاء الله اول ما يصير اللي في بالي وارس ها ويصير عندي فلوس راح اكتب لك شيك بالمبلغ حق المقهى حق العصير هذا والايس كريم وحق ايجار السياره واعطيك اياه وتصرفه على تبن وعادي جدا. يلا استاذنك انا، المليونير وقف. تعال يا مليونير، ما معي قروش، وش اسوي ذا الحين؟ والله من الفلوس واللمبة كان لمبتين وطف وصح إنا لله، حتى مراياتهم غير، هذه في المراية غير وهذه في المراية غير، سبحان الله الفلوس تسوي المستحيل. أنا إن شاء الله يا ما الفادر أنا نو سموكينج، يعني زوج زوج دكتورة، أنا في زوج بعدين أنا بعد باع البيت هنا، بعدين أنا أعطي هذا أنت يلعب فيه كذا، إذا في زعلان أنت ما في زعلان يلعب كذا، عشان الواحد يعيش حياته ما في مشكلة. أنا بوم بو بو على بالفرت الله على الفرت لولا وارد التسعين، شنداون 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 فديت اللي لابس احمر في عيد الام. اهلا وسهلا والله. ايش الاسلوب الهمجي هذا؟ انت لازم تغير برستيجك من الان. يا ويلي ويلي
يا ويلي ويلي فلسطيني علي الحرام اني قاشع قشع من الفنيله السروال للطاقيه للثوب للعقال ومغسلها في مغاسل الرهدان ب 12 ريال والفاتوره بعد موجوده معي ها شفيها مغاسل الرهدان ها للزوالي والمفروشات والثياب الرجاليه لاني ما وديت الحريم ما احب يختلط ثيابي معي على فكره ترى قبل ما اجيك تراني مدهن مدهن وغالي شاريه من السوق منك غالي اربع قوارير في قاروره لهم يبيعون بالجمله بس انت ما شميتي وانت نازله ما شميتي غريبه ذول يقولون واو واو قبل ما اجي واو ريحه كويس ريحه كويس دكتور يحسبوني دكتور على فكره انا ما شفت عندك لا ابو لا اخو لا ام لا جد ما في البيت الا ذا الفلبينيين كلهم قطعه خير انت مقطوعه من شجره ولا شهادتك حق دكتوره مزوره اعترفي اعترفي ترى ما احب اتزوج دكتوره مزوره شوف يا مناحي انت راح تناسب عائله متعلمه جدا وكل واحد فينا يعتبر نفسه ولي امره انا ماني مراهقه علشان احد يتحكم فيني هذا اتفاق بين عائلتنا واذا وافقت عليك ان شاء الله راح تقابل رجال العائله والله الحقيقة ترى أنا مثلك يا دكتورة يعني العائلة عندنا سبحان الله عائلة نص ثلاث أشهر ليبرالية وثلاث أشهر علمانية يعني في الشتاء غير وفي الصيف غير وعلى فكرة الحقيقة يعني كلمة حق تقال أنا رجال سألت عنك منا 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 ومدحوك وقالوا محترمة ومثقفة وواعية وأنا موافقة أن تكوني زوجتي على سنة الله ورسوله لكن عاد أنا ودي أعرف ردك يا أحمر أحمر يا سواء عادل ترى أنا راعي دعابة أحب الدعابة مبدئيا أنا موافقة بس ممكن انه انت تلبس بدله ممكن تسافر معي دول اجنبيه وتعرف لو انا مو خايفه على نفسي وديني ما كان رضيت بهالزواج بيض الله وجهك اشهد بالله انك بنت رجال وما دام خوفك على اغلى شيئين في الحياه فانا موافق ها بصم بالعشره انك شيخه وعلى فكره الكلام هذا بيني وبينك انا كل جمعه وخميس انزل البطحه والبس بدله قسما بالله يحسبوني بنقالي يقولون هذا بنقالي سبحان الله نفس الشكبه نفس المشيه ونظراتي وداع والسمار سبحان الله العظيم بس لازم تثقف نفسك ولازم تقرا كثير وخصوصا الانجليزي نو سموكينج نو سموكينج انا رجال ارطن رطن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ابشري بعزك والله ابشري والله اخذت البلبل بس ممكن اخذ واحده من الفجرات هذه معي يعني اشمعنى الحين نخلي الولد يروح يتزوج العجوز علشان بس فلوسه ويضيع شبابه مشكلة هالولد انه يبي يروح لمها ومصمم حتى انا وماخذني معه او ام جي او ماي هارت يعني انت ناوي تروح معه ادري علشان لو ما عجبته هو تعجبك انت تحلب عينك انت وتتزوجها لا لا يا مدحيم انا ما بيئت اموال الدنيا كلها انت معدن اصلي حنا يا الاولين ما ندور على فلوس الدنيا ندور على المعدن الاصلي بعد قلبي انت مو ما علينا الحين انا اقول يعني لو مثلا انه هو تزوجها يعني هي وافقت عليه وعطت له فلوس الملايين ترى مشروع زين ما هو بشين بس لو فكر انه يطلقها بعدين ها ترى الرجال ما يعيب الطلاق لا لان بهالملايين ها يقدر ياخذ اللي احلى واللي افضل واللي احسن منها انا مستحنا اقول له الكلام هذا ولا فعلا الى منها اخذها وخذ لها مده وطلقها وجتها الملايين خلاص صار عندنا فلوس وصرنا تجار وصرنا نقدر نسافر مثل الناس ايوه اطلع على حقيقتك حبيبي انا اصلا ما قلت هالكلام اللي علشان اجيس نبضك لان لو بكره وحده تعلن انها تبي تتزوج انت اول واحد في الطابور متقدم لها حسبي الله على شيطانك والله انك حطيتي هذا ام بخي واذا تفكر فيه لكن يلا بس اغري عني بنام يلا ينام نام بنظارتك يعلهم ينكسرون وما تشوف وحده غير ينام وبطف الليل بعد تفضل هلا يا وفق يا اخي دور بقرعه انت ما تفهم حمي سجلين سياره وتعبانين تنزلين عند الباب لو اللي راكب اللوموزين ترى اصرف بيت اللوموزين من وين بتجيب اصلا كروس لوموزين السياره انا اللي مستاجرها والفيس ماخذينها من مسجد حق الموتى سامي تعال تعال سام تعال اركب السياره ودخلني داخل يا كلب يا سواق يلا ان شاء الله خادم عندي خادم الحين ان شاء الله اركب تفضل تفضل تكوى على الله ايوه الله يصبرني يا اخي
على 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 الفرد الفرد. حلو حلو، أبلحنا لك الحين. الله على الفرد لولا وارد الستين عمري الواد الاخضر. يا ليل انا معلوم معلوم. شوفي الحين خويتك هذه هذه اللي على يساري تقرب لك كيم لاعب نادي الهلال ولا ما في صله قرابه؟ ما في؟ انا كنت متاكد لان علي بنغلاديشي وهذا فلبيني، كيف تركب مع بعض ما تجي. صبي صبي شربه صبي شربه شرب. لا 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 صبي صبي الله يعينها. خلي 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 بغرف انا بنت الحلال الله يرحمنا برحمته ايام المفطحات. الحين جزر عشان يقوي النظر، ما قلنا شيء. طماط حلو لكن الخيار وين ودي؟ الله يعين الله يعين. ها المهم، وش سويت بموضوع سفرتنا لاندونيسيا علشان المؤتمر؟ ولاحظ انه بعد اسبوع راح نروح باريس. لا تخافي، انا رحت خوي سالم في البطحه وحجزت الرياض، جاكرتا جاكرتا الرياض، وان شاء الله بكره سفرنا. لكن يعني هذا الحين عبري ولا زيتون؟ زين. البرزنتيشن اللي عندي عبارة عن السايكو دراما وتأثيرها على علاج بعض المرضى النفسيين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وصل إحساسك. كل هذا أنا أنا معك أنا معك. ترى البزر شين إذا علق على شيء، وأنا معك ها. إذا ما جبت له سيكل ودراما ولا قلت لحقك أنا أنت على الضرر، فبالتالي ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش؟ والله ماني عارفة أنت إيش قاعد تقول. بزعمك انا فاهم عليك، والله ما فهمت اي شيء من كلامك ترى ولا اي شيء، بس اني انا بسافر معك كمحرم، اي دير تاخذني معك ما عندي مشكله. اسمع، اذا اجتمعنا مع الدكاتره ابيك تبتسم بس، واذا حد سالك سؤال تردد بالاجابه علشان يمديني اتدخل وادبر الموضوع. يا عمري على الدكاتره وعلى تكيت، لا تخافين. انا بلسيمي ما يسمح لي اني اتكلم مع ناس دولي، انا بروح اناقص في اندونيسيا او اتصور ها، وانت خلص شغلك. يمكن تحقيني على باريس، ما عندك مشكله. زين اجل انا ابى اروح انام، ولا تنسى ترتب شنطنا. عفا ما يبي ما يبي، لا قسما بالله املخك بذي وسط جبهك. الحين مناحي بن مطلق الشيخ جهز شنط وسراويل وفنايل، بالله في عبرك انت. هي انتبه لنفسك. اسمع لا لا لا، ترى ما احب اني لاني اجعلني اضحك اجعلني اضحك. انا وش ممكن كني انا وش ممكن كني. تراني انا الدكتوره وانت حي الله محرم عندي، سامع؟ هاي هاي والله ما مصبرني عليها الا اني ابغى الف العالم ولا كم من اول. طياره طياره فيصل فيصل طياره اغنيه. بس خلينا نرجع من السفر. هاي ما عليك منها ما عليك منها، نرجع للاغنيه نفسها. الله الله على على الجمس الجمس الجمس، لان الفرد ثقيله احنا رايحين المطار. جمس صاروخ يلا بلحن عليك. الله على الجمس ايوه لو لا وارد الستين. ايه تهري تهري نشرب الشربه. فتامين فتامين. انت نادي عمتك وقولي لها العريس وصل. ايش؟ انت العريس؟ انت العروس؟ نعم، وما دام هذا اسلوبك يلا برا، ما ابي اشوفك هنا. لحظه طال عمرك لحظه طال عمرك. انا الحقيقه لما شفت هالجمال قلت هذا جمال اوكراني روسي الماني فرنسي بلجيكي هولندي، بس حقيقه استبعدت ان يكون هذا الجمال جمال يعني صومالي او حبشي او اثيوبي اربع سلندر. سبحان الله بس جميله فعلا جميله. انا لخمت قلت شغاله معقول دي شغاله؟ ما هي معقوله تحيي فعلا. واي وهاي كلامك يجنن، وشكلك مرة مرة خطير وجذاب. يا ربي يا ربي يا ربي بصراحة قدرت أسر قلبي يا دحيم دحيم. ترى معي رنج إيجار مستأجرة وسواق اسمه الرنج الرنج سبحان الله. بعض الأوقات أعطيه الشباب يستأجرون سبحان الله العظيم. سواق اسمه سامي دائما أروح. لا ما عليك، لا من سواق ولا سيارة مستأجرة ولا شيء، كل شيء كل شيء أنا بعوضك فيه يا عمري. أنا صراحة يعني خانتني مشاعري خانتني مشاعري. ما شاء الله ما شاء الله يا شاء الله. طيب هو كلمك ما قال لك وين بيروح؟ هو قال إنه بيجلس أسبوع في أم رقيبة يعني عادي، وقال لا تتصلون. أم رقيبة وش ودي هناك؟ المزاين وخلص. يا خوفي إنه يكون مسجون ولا يمكن يكون متزوج. متزوج؟ لا لا دليل لا تخوفيني بهالكلام.
شاء الله ما شاء الله. اي والله هذا الامطار هذا العز. والله لو في الرياض كان ده فرقت. يلا 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 الله يعيننا على طريق خريصة رجعنا. هاي كيكارتز بليز كلك نشوف غرفة حجرة حجرة غرفة نوم نوم بعدين واحد نفرجي بشنطة. ارجع ورا يا متخلف. اتناسي اني زوجتك الدكتورة؟ بعدين انا وش فهمتك قبل اتزوج؟ مو تنكتب لما اكون موجودة؟ ولا تنسين اني انا زوجك وزوج الدكتورة. قصدك انت المحرم. انت بالنسبة لي محرم وبس. وصدق من سماك محرم زي المحارم امسحبك وارميك. نو تاتش. والله انا اللي بمسح بك الفلاط هذا رايح جاي. لكن خلصينا من الورطه هذه اللي فيها وبعدين حسابك عندي. اكسكيوز مي اكسكيوز مي اي هاف ريزرفيشن باي نيم دكتوره فاتن. كود يو بليز تشيك ذات. ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. هذا الكلام قالته بالانجليزي. اصلا انا بالعربي ما اعرف اقوله لكن ما هي مشكله. اكسكيوز مي يا دكتوره. شنط كيف مي شنط هذا في جيب الكرنك شوم في غرفه غرفه. لا تشيل الشنط. الروم سيرفس بيجون ياخذونها. اسكزمي روم سيرفس سيرفس سيرفس. دحومي وش فيك ما تدلعني؟ ولا انت يعني مثل غيرك ما اخذني عشان فلوسي؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. وش الكلام ذا؟ ترى انا متزوج كنتي انا حابك انتي. ترى الفلوس اخر شيء افكر فيه. اعوذ بالله وش فلوس وسخ دنيا الفلوس. حبيبي يعني خلاص الغي الاتفاق اللي بيننا. يعني الخمسة مليون يصير ما اعطيك اياها اللي قلت لك مهر لك. لا 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 وش اللي الخمسة مليون تبغين؟ هذا كلام فاضي ذا. يعني انا متزوجك عشان تعلميني كيف اركب طقم اسنانك انت وجهك؟ يا خمسة مليون يلا اصبر عليك خمسة مليون وافكر بعد اصبر ولا لا. وش تقول؟ انت متزوجني عشان فلوسي؟ حبيبتي لا متزوجك عشان اقهر زوج نانسي عجل ما اقول له ترى مو بنت بحالك فالة متزوج غوله انا. نعم تتمسخر علي صح؟ يلا قوم اطلع برا. انا بفلوسي اقدر اشتري مليون واحد مثلك كلها كم اعلان ويجيني خروف مثلك. يلا طلقني برا. ابرك هساه يا طويل العمر وتراك طالق ثم طالق ثم طالق. طلقت. ايوه تعال ندور واحد يسدد قيمة السيارة المستأجرة. بالقسم انك طلقت. اخو مطلقها يا اخوان. طارق طارق طارق. بخري حيوان منا. بس ان شاء الله ان شاء الله تنتهي ان شاء الله مولة العدة. ها صدقيني يا حبيبتي ابن ارس. دحيم ترى من اليوم ورايح انت سواقي. يلا غسل السيارة في ذاك. وعلى فكرة ترى السيارة اللي برا شرتها لي مكتب التأجير. اثيوبي خذلها صومالية. مبروك عليكم. كيف انت عندها قروش عندها جمال. اوت سايت اوت سايت. يعني الشر برا وبعيد يا دكتوره. يا ساتر شكلي اخذت برد. احس ببروده جوا عظامي ماني قادره اتحمل. ما عليك ما عليك الحين ما ان شاء الله ما عندك الا الصحه والعافيه. كلمي المشرف على المؤتمر ها وانا بروح اجيب لك دكتور وجهي. لا 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 خذ الملف في ورقه العمل مجهزتها اللي حقراها. يا يا يعني بالسعودي يس. اسبقني واقعد مكاني وانا بريح شوي وبلحقك. شيء جميل جدا حتى نثبت للعالم ان نحضر في المؤتمرات. خلنا ناخذ شنطتي. راحت الفلوس او راحت الاحلام الورديه؟ ابرق لع راسك ونغير لك راسك ونزين ونحط ونشيل. انا قايل لك وانا ابوك خذ من ثوبك خذ من جنسك لا ترفع راسك تنكسر رقبتك. شوف يا يمه ترى معظم الزواجات اللي ما تنجح تعرف ليش؟ لان ما في توافق لا في التعليم ولا في الفكر ولا حتى في المستوى الاجتماعي. بس يعني مو معنات هذا انه يعني تقيس الحاله معي ومع ابوك. وصحيح ما في توافق في العمر في فرق ها بس الحمد لله عايشين يعني مبسوطين. لانكم ناس طيبين وواثقين من انفسكم يبا وما يحس بهالفروقات الا اللي عنده نقص في نفسه. بس يعني انا بحقيقه يعني 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 سؤال في نص الجبهه ممكن اسال يبا؟ تفضل اسال. العجوز يبا اللي انا متزوجها عندها بنت. افرض يبا انا ما طلقت العجوز والعجوز هذه حملت وجابت ولد وانت يبا تزوجت البنت وحملت وجابت ولد وش يصير؟ وش يقرب ذا ولدي يقرب لولدك يبا؟ ولدي ولا ابوك
عم ولك وولك خال ولدي، لأنا أخوه له من أمه. طيب سؤال في نص الجبهة، ولدي وش ينادي ولدك المصون؟ ولدك يقول ولدي يا عمي، ولدي يقول لولك يا خالي. طيب يبقى الحين زوجتي بتصير جدة ولدك اللي هو أخوي، ومعناها بتصير جدة أخوي جدتي، وأخوي حفيدها، وما دام أخوي حفيدها فأنا أكيد بصير حفيدها، يعني أنا يبقى جد نفسي وحفيدها في نفس الوقت. يحيى الذكاء، ما شاء الله عليك يا تحيي، ما شاء الله. تحشيش تايم يعني؟ ايش هالخرابيط هذه؟ Now we have Dr. Fatim from Saudi Arabia. Please come forward. الله لا يوفقك يا فاتن، وش ورطني يا ويلي ويلي. اي خذي صوره على المنظر الجمالي هذا عشان برسلها في. بصراحه خلص اخلص علي. جنتن مان، جود مورنينج، جود افترنون، 1 2 3 4 5 6 7 همبرجر بروستد شيش طاووق. ها الحقيقه انا الدكتوره تعبان فوق، تشاخر فوق تعبان. يا راسي، يا راسي. وانا جبت لها عصير شربتها وجيتكم، انا اخذت الملفنيه. عموما الحقيقه انا اشوف اللي يتزوج لوحده اكبر من مستواه مثل اللي ياخذ له كندره مقاس 45 ورجله مقاس 23، تقوم رجله تقربع بالكندره. لذلك انا قررت ان اذا جيت الدكتور عندكم تبلغون عن مناحب المطلق، يقول لها طالق ثم طالق ثم طالق. بالاندلسي ساتو ها دواي تيقا بيرا، يعني طالق بالثلاث. ها ما شاء الله شكلكم شبعان النوم، عيونكم صغار يعني. جابة جابة. دمها الدنيا مشاهد، عيش بس اسمع وشاهد، افهم المضمون واسكت.